شوفي الجميلة، إذا بدك تساوي لي إشارات على كيفك بزعل منك. ها صدقيني يا فاتن، أنا عم بعمل الموديل اللي بيلبق لوشك. أنت وشك مطاول، وإذا بعمل لك موديل الليسي بيلزق بوشك، لذلك أنا حعمل لك نفشه بالست من قدام، بتعبي لك وشك شوي وبتعطيك شوية دلعنة. بس أنا خطيبي ماهر ما بحب شعري منفوش. إيش أنا بدي نفش لك يا وطلعك مثل المجنونة؟ هي نفشة بسيطة من قدام، خلصت القصة. إذا هيك معلش. مدام جميلة، حط لها الآن شوية سبري، أنا ومشط لشعرها والأترك سبري للأخير حسب رغبتها. إذا بدك حط لها نتفة جيل. حط لك شوية جيل أنا ومشطك حبيبتي. هلا بتحط شي لا مع التمشيط ولا بعد التمشيط؟ ليش يا عمري؟ أنت شعرك سبل وناعم كتير، من نسمة الهوا بتطير، بعدين بتصير مثل الغولة. معليش ما بيأثر، لأنه هديك المرة سامر يعني غلط وعانى أني ومسك لي راسي، ونقص قال لي ليش هيك كششتي لي بدني، والله كأني عم عانى حطبة. طيب ما بدك. هاي جميلة، أهلين الهوا. شو جابت بهالوقت؟ نعيمة انسرفن حبيبتي. ابدا قلت الزباين حبيبتي مثل العاده. قلت الزباين يعني سكرتي محلك واجيتي لعندي؟ لا ما سكرته. نعيما يا حلوه، لا ما سكرته، تركت ديما هنيك لحالها عم تتسلى من مللها، عم تتسلى مساوات شعرها حبيبه قلبي. بتعرفي خمس ايام يا جميله ما بفوت لعنا زبون، ما فاتت لعنا الا بجنن يا سناء، مع انه محلي احلى من محله بمليون مره، واجهزتي معداتي احدث من اجهزتها معداتها كمان. لعندي ما بفوت ولا زبونه، بينما اذا رحتي لعندها على المحل بتلاقي محل عم يعج عجب الزباين. بتقولي رايحه على سوق الحميديه؟ ايه بركي اسعارها ارخص من اسعارك. اعوذ بالله، قال ارخص قال. اذا على البلياج عم تاخذ 2000 ليره، وعلى العروس شي 15000 ليره، وعد الدفريزاج من فوق 3000 ليرة، تسريحة عادية ولا سيشوار 400 ليرة، بقى أنا رخصها. ما بعرف، بس أنا بقول يمكن ملقى جميلة حلو، ولسان الدافي هو اللي عم يجلب الزباين، هيك الظاهر. ليش شبني أنا؟ كل هالقد شايفتيني عكرة؟ مو مسألة عكرة، بس أنت جدية زيادة عن اللزوم، وما بتحبي تحكي غير كلمة ضرورية. يعني إذا ضحكت الزبونة ضحكة عالية شوي بتزوريها،
وإذا نكتت لها شي نكتة بتعبسي وبتحطي العقدة وبتخليها تضحك على نكتتها لحالها. بقى يمكن هالشي عم يطفش لك زبوناتك وعم يخليهم يروحوا لعن جميلة. هلا هيك أنا يا سناء؟ لا تزعلي مني إلهام، أنت ناشفة كتير مع زبوناتك، والزبونة هالأيام بدها لوفكة وزعبرة ودلال وتدليع، وأنت للأسف ما عندك هيك شي بنوب. هيك قصدك سناء؟ عادي حبيبتي قوليها قوليها، ما بزعل ما بزعل. لك لا بس يعني انت طيب، والحل هلا؟ يعني معقوله كل زباني تروح لعنده وانا عم اتفرج بعيني؟ قال شو محلي قريب من بيتي وعندي صنايعيه وشغالات بالمحل، وامتى ما بدي بنزل وامتى ما بدي بطلع، والزباين عندي مثل الهم على القلب. انت بتعرفي انه كل زباينها كانوا بالاصل زبايني، وهي اللي سحبتهم لعندها، هي اللي سحبتهم لعندها بمكره ولسانها يلي مثل لسان الحيه. قومي 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 شوفي معي هالشوفه، تعي شوفي طلع. الله وكيلك زباينها ما بينقطع حبلهم من عندها، دائما واقفين على باب محله وعلى الدور. تقولي واقفين عند بياع كنافه؟ فعلا يخرب بيتها شو مرزوقه. تعي تعي فوتي فوت. اخ حموت انا كل همي هلا بتعرفي شو؟ اني اضرب لمحلها، بس اضرب لمحلها طفش زبوناتها، خلي يرجعوا لعندي. لك هدول زبوناتي انا زبوناتي، بس ما بعرفان الطريقه. لك سناء عندك طريقه شي؟ هو في عندي طريقه بس لقيمه شوي. ها ما بتفرق عندي، ليش مين قال لك انه انا حنونه؟ حبيبتي انا بنت عمليه وبدي مصلحتي تمشي، والغاية تبرر الوسيلة. اسمعي إلهام، أنا حقلك على شغلة بس لا تضحكي. ما رح أضحك. قولي 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 لشوف. أنتي سمعاني بشخص اسمه ناظر أبو العين؟ لا، مين هاد ناظر أبو العين؟ هذا شخص مكركب شوي بس مشهور بعينه الصايبة، يعني بيصيب بالعين كل شي بيعجبه، وبمجرد ما يتطلع على الهدف تطليعة واحدة بيخربطه فوقاني تحتاني. مو بإيده الزلمة، الله بعدي اسمه وهبه الخاصية للعينة، يعني كيف الحية بتقرص والحنش بيعض والعقرب بيلدع، هالزلمة لما بده بيصيب بالعين وبيقلب من حال لحال بنظرة واحدة من نظراته. شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك، حتى انه الناس عم تستأجروا بالمصاري حتى يصب لهم بالعين اي شخص بيختاروه، وبعمره ما فشل. هلا بالله مو سمعاني بناظر ابو العين؟ لا والله ما لي سمعاني فيه، بس اذا مثل ما عم تقولي يا سناء، هالزلمه عز الطلب. بتعرفي عنوانه شي؟ بكره بسألك عنه ولا يهمك. معني في أنسة برا حابة تشوفها. في موعين؟ لا والله جاية طمغم. طمغم؟ ولي عليها شو سئيلة؟ حدا بيشيل عند التاني الطمغم؟ خليها تفوت. حاضر معني. الخيرات. أنا آسفة إني إجيت بدون موعد، بس صدقني مضطرة. ما بصير هيك يا شو الاسم؟ اسمي إلهام زبلطاني. ما بصير هيك يا مدام ولا آنسة؟ آنسة. تفضلي هاتي. شو تشربي؟ ولا شي، شكرا كثير لك. ما بصير، دايسه بساطي انتي. مي مي بارده يعني معروف. مي بارده للانسه زبلطاني، وعصير السبانخ المتلج مع القرفه الي. امرك معلمي. حجم عائلي كثير مفيد للنظر عصير السبانخ،
صعيب يطيلس بالتم وما بينبلع بسهولة بس بجوهر العين. الخلاصة أهلا وسهلا فيك آنسة زبلطاني، مريني لشوف. ما يأمر عليك ظالم يا ناظر محز الألقاب طبعا. لا معليش استعملي الألقاب أحسن. أنا يا أستاذ ناظر. معلم ناظر. أنا باختصار يا معلم ناظر صاحبة محل تجميل، وجنبي في محل تجميل صاحبته اسمه جميلة عم تشفط لي زبايني، وأنا سمعت عنك كتير وحبيت أتشرف بزيارتك، بلكي نتعاون سوا لنحل هالموضوع، بقى ممكن استفيد من خبرتك وأعرف شو طبيعة المهمات يلي حضرتك بتتبنى تنفيذها. أهلا وسهلا فيكي، بس يا ترى أنتي مستعجلة ولا في معنى وقت؟ لا والله أنا مستعجلة كتير كتير وقلبي عم يفور فوران. بصراحة ما بخفيكي يا آنسة زبلطاني، أنا مشغول شوي بهالكم يوم، والمثل بيقلك ورجي عزرك ولا تورجي بخلك، والكتمان ضروري جدا. طبعا طبعا. مثلا أنا عندي يوم السبت مهمة حساسة شوي، المطلوب مني يا ستي ما أنتي إني صيب بالعين فريق المجد وهو عم يلعب بكرة القدم مع فريق العهد، وخلي بواطن تلزق بالأرض وتنشلح من رجليه. يوم الأحد، يوم الأحد بدي صيب بالعين ملكة جمال حمص ضد ملكة جمال سويدا، وبدي خليها تتشركل على المسرح، والمطلوب مني إذا ممكن خليها تلهت كتير وتعرق، يعني المهمة خطيرة وحساسة وبدها تحضير. ويوم التنين عندي مهمة طبية دقيقة شوي وملعونة، عندي إصابة بالعين من وحدة بشعة وجوزة أصغر منها بالعمر وحلو، وتجوز عليها بنت صغيرة ونغشة، ولازم إني خليه يفشل بليلة دخلته ويتشرشح رسمي، ما يطلع بإيده شي ما محاول وتنضرب رجولته للأبد، والنغشة يعني إذا ممكن تف عليه وتقلعه ما في معنى، هيك طالب المخلوقة يعني. كمان المهمة صعبة وبدها دراسة وانصراف كامل. طيب ويوم الثلاثة؟ يوم الثلاثة يا آنسة زبلطاني عندي مهمة فنية عالية المستوى وفيها سفر. طيب وقديش بدك تغيب حضرتك؟ ما بعرف، بس في مهرجان سينما بإحدى الدول الأفرو آسيوية، والجماعة حاجزين لسويت وتكت طيارة، ورح ينعرض فيلم حلو كتير لإحدى الدول، والدولة اللي دفعت لي بدها مني صيبه بالعين وإشعل النار بالشاشة أثناء عرض الفيلم. وقروا هلأ بيصير هاي؟ طب شو بدك شعله؟ ولو عندي أساليبي الخاصة. وبصراحة أنا هلأ عم أدرس إمكانيات عيوني، يا ترى بقدر استعمل الانفراريد، بقدر استعمل الالترا فايوليت لايت، لانه البلوتوث طلع اقل من عادي بهالمسائل. عظيم كتير، معناتها حضرتك عندك امكانيات عظيمه. ما اختلفنا على امكانياتي، بس السؤال هو انت شو بدك؟ لانه يلي بيدفع للزمار بيطلب منه اللحن يلي بيريده. من جهة الدفع لا تهكل هم، طلبي الوحيد منك انك تصيب جميلة بالعين وتخلي زبونات يهربوا من عندها لعندي انا. بتريدي اشعل النار براس زبونات واحرق لهم شعرهم؟ لا لا. بتريدي يحلس شعرهم حلس ويهر ويطلع بايدها خصل خصل وهي عم تمشطه؟ لا 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 لا.
بتريدي تلدعن الكهرباء لما بيقعدوا على كرسي الحلاقة؟ عندي هالإمكانية يا. لا لا ما بدي. لا حيرتيني أنسة زبلطاني. شو بدك لكان؟ يعني بدك أتقل ولا بدك أخف؟ بدي أتقل من هيك وبكتير كمان. أصبح أنت بتريدي ضرر جسماني شخصي على ما أظن. مظبوط. بس ما بدي الزباين يتأذوا. طيب بتريدي شلها مثلا على الآخر أو خليها تبرق بأرضها وهي فايتة على المحل؟ يا ريت. ليش بيطلع بإيدك هيك شيء؟ وليش لحتى ما يطلع بإيدي؟ بس الشغلة بتكلفك. ها قد ما بدك بدفع لك، ما عندي مشكلة، كله بكرة بتعوض. تكرمي أنا بعد 10 أيام فاضي، تريدي أحجز لك موعد؟ يا ريت. هاتي 30,000 على حساب. ما عندي مشكلة، بس على فكرة أنا في عندي بلكون ببيتي بتطل على المحل تبعها، يمكن تقدر تستفيد منه. مو مشكلة. 30,000. شايف هذا المحل اللي هنيك؟ هنيك. هذا محل جميل. هذا وقته، ما بقى إلا تصل. ها ليك ليك، شايف هنيك؟ جاي هي وثلاث نسوان. شايفها؟ يعني يا دوب شايف 3 نسوان واقفين على الرصيف. شايف البنت اللي لابسه اورانج؟ يا دوب شايفها. شو بدك معلم ناظر؟ ركز معي شوي. هاللي حاطه على رقبتها فولار بينت معك؟ كانه حاطه فولار، مو هيك؟ برافو عليك. واللي حامله شنتايها؟ كأنه حاملة بإيدها شنتاي. للتأكيد معلم ناظر، هي اللي حاطة ربطة زرقاء على شعراتها، شايفها؟ إيه كأنه حاطة ربطة زرقاء، مالي شايف بوضوح. طب انسالي كل هدول، لك هي اللي حاطة كحلة على عيونه وبالعلامة مدنبتة من على الأطراف، شايفها منيح؟ ليش أنت شايف الكحلة المدنبة؟ فقع عينه خلصني منها بقى. يخرب بيتك على العيون، فزاعة على قوة النظر يلي عندك. قسما بالله نظرك أحد من نظر النسر وزرقاء اليمامة. ولي ولي ليش غبشوا عيوني؟ ولي على قامتي، ولي على قامتي، ما حد شفت شي. لك شو صار لك يا أنسة الزبلطاني؟ ليش عم تفرك عيونك؟ لك ماني شايفة شي بنوم، لك ماني شايفة شي بعيوني. ولك تطلعي فيهم منيح، هلأ ما كان فيك البلا يا بطيخة.